المحسنين الله يرحم الوالدين يعاون لي وليدي محيده ليه رجله ما كيمشيش وباغي مسكين حتى هو يخدم ويتحرك وما لقاش باش يمشي على رجيلاته. كنطلب من الناس المحسنين يعاونونا حتى هما تشوفوا الحاله ديالو وكيبغي يمشي يقرا وما كيقراش. علاش ما بقاش كيقرا؟ قلتي لي تألم بزاف ما بقاش مزيانه مع القرايه كيدفعوا الدراري في الدروج وما بقاش بغا يمشي ليا المدرسه قال لك بغا يرجع لاباراي وبواه مسكين ما كيسمعش وما كيشوفش. وكنطلب من الناس المحسنين يعاونوني الله يرحم الوالدين. بغيت ولدي تا هو يخدم ويجيب لينا. اختي انت كأم كتشوفي ان ولدك ضايع بزاف؟ الكبده راه الانسان كيبقاو فيه وليدات الامهات كيتاثروا مع وليداتهم بزاف. دابا كتشوفي ولدك في هاد الظروف هادي وفي هاد الحاله كيبقى فيك الحال؟ كيبقى فيا الحال. كان بصحته وبرجلو كرة خدام كرة باقي كيقراو مسكين كيتألم بزاف. بغيت الناس المحسنين يعاونوني لا ولدي يديروا لي لاباري مسكين راه بغيت حتى هو يخدم ويجيب لينا. رجلو زادت ناقصه تحت الركبه وقطعات حيده ليه الطبيب. واحد الواحد في المارشي قال لي واحد محسن قال لنا نحيدوها ليه ونديروا ليه لاباراي. ملي مشينا عدو كندخلوا من هذا الباب وكيخرج من الباب الاخر كيغبر علينا. يعني هذا المحسن كان وعدكم انه غيدير هذا الوليد لابا الرجل الصناعي؟ لا ما دارش لي الرجل الصناعيه لا. كنطلبهم يعاونوني على وليدي يديروا لي عرجه الصناعيه. الله يرحم لكم الوالدين انتم كتشوفوا في الحاله. 07 78 80 80 43 43 66 66